من اللغط مثير حول هذا اللقاء، أهمها البلاغ الذي أصدره الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي قال بشكل واضح وصريح بأن هذا اللقاء غير قانوني وغير شرعي، بل ذهب إلى حد تحميل السلطات المحلية مسؤولية تنظيم هذا اللقاء. ما ردكم؟ منذ الإعلان عن أو التوقيع عن نداء المستقبل من أجل تصحيح مسار الحزب ومن أجل إرجاع الحزب إلى سكته الصحيحة وإرجاع الحزب إلى روح تلك الروح الجميلة التي أسس من أجلها حزب الأصالة والمعاصرة، والسيد الأمين العام مع كامل الأسف يصدر في البلاغات ويطرد يمينا وشمالا، فلا أظن أن مثل ذلك البلاغ أو بلاغات أخرى سابقة أنها ستؤثر في مسار تيار المستقبل. سؤال أخير، مقبلون على الانتخابات سنة 2021، باعتقادكم هذا الوضع التنظيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة هل يؤهله لخوض هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ همنا أو شغلنا الشاغل اليوم هو إعادة بناء الحزب وإعادة التنظيمات الإقليمية والمحلية والجهوية للحزب، وإعادة الاعتبار لكل مؤسسات الحزب ولمؤسسة الأمانة العامة في حد ذاتها، هذا هو الرهان. أما الانتخابات فذاك أمر آخر ولا زال سنتين. شكرا.